تعالوا نشوف كده ايه هي اول وصفه معايا، وهي المكرونه مع الخضروات بصوص السبانخ والفراخ. مقاديري عندي الفراخ هتكون متقطعه مكعبات وشوينها، عندنا كمان المكرونه هكون سلقاها، عندي السبانخ صنوبر، ثوم، كريمه، زيت زيتون، عندنا الملح والفلفل، الاوريجانو والزعتر، وعندنا الكوسه والجزر هيكونوا مسلوقين ومتقطعين صوابع رفيعه، والجبنه البارميجان. اول حاجه عايزه اعملها هي الصوص بتاعنا. هجيب السبانخ والصنوبر والاعشاب والثوم ورشة صغيرة من الجبنة البارميجان، شوية كريمة والملح والفلفل، ايه هنضرب الكلام ده مع بعض. يلا عايزه اقول لكم بقى الفراخ بتاعتنا هنكون فراخ صدور مخلي، وهقطعها وبعدين هتبلها ملح وفلفل وبصله مبشوره، وبعد كده اهو كده يلا ملح وفلفل، بصله مبشوره، ونديها شويه حلوه قوي وتطلع معانا جميله كده. صوص السبانخ ده مش هتحسوا خالص ان صوص السبانخ للناس اللي مش بتعز السبانخ قوي، بس صدقوني لو جربتوه هيطلع يجنن. هحط هنا شويه زيت، حته تومه صغيره قوي، وهجيب الخضار بتاعي المسلوق كده، انتوا عارفيني بحب دايما الاكل يبقى طعم وايه تحبسته حلوه، وهجيب كمان الفراخ بتاعتنا الجميله دي تاخد التشويحه، شايفين الشاويه الحلوه، وهنقلبهم مع بعض كده تشويحه سريعه لذيذه. يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة كده، كلها دخلت في بعض النكهات. هجيب بقى الصوص بتاعي الكريمي اللي احنا عاملينه مع بعض وهنزل بيه، بالشكل ده، وهبدأ شوفوا بقى الجمال. عايزه اقول لكم وانا في المدرسه صاحبتي جت كنت عامله عزومه، وكنت لسه عامله كام وصفه كده جديده لذيذه قوي، وانا بحب طبيخ قوي من زمان انتوا عارفين، وكنت دايما اجرب في صحابي الوصفات يعني. المهم كنت عامله العزومه دي وكام حد من صحابي القريبين قوي جه، المهم واحنا قاعدين وعمالين نتكلم وانا عامله بقى الوصفات ويعني مش عايزه اقول لكم بقى داخله في القصه ازاي، وبعدين راحت بقول لها ايه الحاجه اللي انت ما بتاكليهاش، قالت لي انا لا يمكن لا يمكن احط في بقي السبانخ. سكت كده، انا ساعتها كنت عامله فراخ بصوص السبانخ، سلطه سبانخ، وهي عماله تاكل تاكل تاكل، تقول لي يا نوره الاكل حكايه، اكل يجنن، طعمه فظيع، مش وانا عماله ساكته ساكته ساكته. اول ما خلصت قلت لها على فكره السلطه دي سلطه سبانخ، هي كانت فاكراها سلطه جرجير، بس التتبيله والتحبيشه نسيتها او خلت طعمها حاجه تانية. الفراخ كانت بصوص السبانخ كريمي وحلوه قوي، برضو ما خدتش بالها، قالت لي نوره انت بتهزري، قلت لها لا انا مش بهزر، كل حاجه النهارده الستار بتاعنا النجم بتاع العزومه كان السبانخ. فحسيت ان انا اتبسطت ان انا عملت حاجه مختلفه وجميله، وفي نفس الوقت برضو هي بتتكلم بجد جدا ان هي واحده مش هتاكل السبانخ دي ابدا ولا يمكن تحطها في بقها و و و. فخلي عندكم ثقه في نفسكم وفي وصفاتكم، وما تقلقوش خشوا كده برجليكم اليمين وما تقولوش لحد.
بصوا بقى الجمال ده. Thank you.